السلام عليكم، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. البنات الله يجازيكم بالخير، ما تنساوش لي جيم الفيديو. شكرا لكم. اللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الرقم ديال الواتساب، راه مكتوب في العنوان ديال الفيديو، توصل جميع المدن وحتى خارج المغرب. اليوم ان شاء الله غادي نحط لكم البنات السحب ديال المسابقه، وخليوا التعليق على قبل المسابقه كل شهر تتكون. دونك البنات غادي نبدا لكم بالاطقم. جبت لكم اطقم زوينين، خصوصا هالطقم هذا اللي تيسولوا فيه البنات بزاف ديال غافينيتي. بالنسبه للاطقم اللي غتشوفوا البنات، كاين 280 درهم وكاينين ديال 300 درهم. بحال ديال الغافينيتي البنات 280 درهم، وكاينين موديلات اخرين 300 درهم. كاين البنات هذا الموديل هذا ثاني ديال الحصيره، كاين ثاني هذا الستيل هذا، صراحه اطقم زوينين. هادو كلهم 280 درهم، وكاينين اطقم ديال 300 اللي هما هادو. اللي بغات شي حاجه البنات تاخد صوره من لا فيديو ولا تدخل عندي الواتساب ونحط ليها لي موديل. وما تنساوش البنات لي جام والاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي اول مره يدخلوا القناه ديالي. وركوا على الجرس باش توصلوا بالجديد. ودابا البنات غادي ندوزوا للخواتم. بالنسبه للخواتم راه فايت وريتكم هذه التشكيله، هذه دابا راه كاينين. بالنسبه للخواتم هاد الموديلات اللي غتشوفوا البنات 120 درهم. خواتم يعني تيجيو عامرين ديال الحضور. هادو لي موديل البنات ديال الخواتم. غادي نخلي لكم لي موديل ديال لي بغاسلي في الاخر ديال الفيديو ديال الاكس بي، واحد الموديل ثاني ديال ثلاثة ديال لاسي غادي نخلي لكم في الاخر ديال الفيديو. راه فايت حطيته لكم باش ندير معكم السحب، نشوفوا شكون البنات اللي غادي يطلعوا معنا في السحب هذا الشهر. هذا جوج ديال البنات، يعني جوج ديال التعاليق اللي غادي يطلعوا. دونك غادي ناخذ رابط ديال الفيديو، المهم راه عارفين الطريقه كيفاش تندير، تناخذ رابط من جوج فيديوهات اللي حطيت في هذا الشهر هذا، وغادي نشوفوا شكون التعليق اللي غادي يطلع. علاش نقول لكم كتبوا التعاليق؟ لانه اللي ما كنتوش كاتبين التعاليق راه ما غاديش عمركم غادي تطلعوا في السحب، يعني اللي تيكتبوا التعاليق هما اللي تيطلعوا. دونك نشوفوا نحطوا الرابط الاول. هاد لابليكاسيون ولات تتعصب انه تيطلعوا فيها الاشهارات بزاف، ومازال ما لقيت شي ابليكاسيون اخرى اللي تيدار فيها السحب. دونك الفائزه الاولى زهره لحو. زهره لحو مبروك عليك، تواصلي معايا في الواتساب باش نرسل لك الجائزه ديالك. هذه الفائزه الاولى، التعليق الاول. ونشوفوا دابا ناخذ فيديو اخر وناخذ الرابط ديالو باش نشوفوا التعليق اللي غيطلع. بالنسبه للتعليق البنات، هاد لابليكاسيون هذه ديال السحب هي اللي تتعزل التعاليق. علاش نأكد عليكم انكم تخليو التعاليق ديالكم باش تطلعوا في السحب. بالنسبه للفائزه الثانيه مونيا حديوي، مونيا حديوي هي الفائزه الثانيه. دونك مبروك عليكم ونتمنى لكم حظ سعيد بالنسبه لكم المره الجايه ان شاء الله. خليو التعاليق ديالكم باش يكون عندكم واحد الحظ انكم تطلعوا في التعاليق. بالنسبه للبنات اللي ربحوا، تواصلوا معايا في الواتساب باش نرسل لكم الجوائز. المهم جوائز تبقاو جوائز رمزيه غير كتشجيع لكم وكشكر لكم انكم متبعيني في القناه وتتخليوا لي التعاليق، زعما تتساندوني في القناه. اما صراحه راه انكم كلكم تتستاهلوا كادوات وكلكم تتستاهلوا تربحوا معايا، ولكن هذا هو قانون المسابقه، كل مره تيكونوا معايا جوجات. وحظ موفق لكم جميعا، وشكرا لكم على الدعم ديالكم على المسانده. كي قلت لكم راه تستاهلوا كلكم انكم تربحوا معايا. دونك هادشي اللي كاين في لا فيديو، غنخليكم مع هاد الصور هادو لي بغاسلي ديال اكس بي. هادو راه فايت حطيتهم لكم غير بالنسبه للسيدات اللي مازال ما شافوهمش. وما تنساوش لي جام وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم فضلا، بالطبع وليس امر يعني اللي بغات. شكرا لكم وفي امان الله.